السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي سلم مثلا بالشكل دوت، وبدأت رسمت نص الدرجات مثلا ورسمت الباقي مثلا بالشكل ده، طيب أنا عايز بقى يجي برضو يعني يطلع الناحية دي ويطلع الناحية دي، فهاخد دوت أهو وأقول له إن أنا عايز أعمل ميرور من هنا لهنا، ملوش علاقة طبعا. ولو حاولنا ان احنا نقف عليه هيقول لي خلي بالك ان ده ملوش علاقه، الناس هتنط ازاي والكلام ده كله. طيب يبقى انا هعمل سيلكت على الجزء ده بس واقول له ده كونفيرت، يعني حوله من جزء من السلم لحاجه نقدر نعملها اديت سكتش ونقدر ان احنا نعدل فيها. دي الحدود بتاعتي، تمام. ممكن اسهل على نفسي واقول له اعمل لي برضو دي ميرور، واخد من الخط ده بالشكل دوت، تمام. وعايز اقول له بقى تي ار من هنا لهنا وتي ار من هنا لهنا، بقى المسار ده ماشي كده والمسار ده ماشي كده. هقول له موافق موافق، هيبقى معايا السلم بالشكل ده. خلينا نعمل عليه سيلكت واقول له ورهولي في ال 3 دي. لو في اي حاجة عايزة تظبط تقدر تظبطها، يعني تقدر ان انت مثلا تعدل في الريلينج، تقدر ان انت تقرب السلالم من بعض، يعني المكونات دي كلها ثابته، كلها تقدر تعمل لها اديت وتعدل فيها زي ما انت عايز.